الجزائري درك التعادل صعوبه. وحاول الاهلي صالح المنتخب المغربي مبارك مصطفى، مبارك مصطفى يمرر محاوله ممتازه بالرباح، ولكن ارتطمات بحال اللاعبين. ما غاديش نقول بانه عنده لاعبين كبار، وعندما كنتحدثوا على لاعبين كبار يعني محترفين بنوادي كبيره، بقدر ما انه تشكيله لاعبين مكونه مجموعه لاعبين ما بين كيلعبوا في الدوري المحلي. محاوله خطيره، محاوله خطيره، خروج نادي المغربي، خروج نادي المغربي كان خروج. ما غاديش نقول جميع المنتخبات، ولكن كاين منتخبات كاين دول كتمر من مرحله فراغ، ولكن اعتقد انا من المواهب خطيره خطيره المحاوله، لكن هناك تسلل. لحسن الحظ، لحسن الحظ اللاعب إلغ مومي ولي كان لصالح المنتخب المغربي. مبارك مصطفى كيف ما قلت لكم اكثر لاعبين حركيه وديناميكيه. كان ذكي مبارك لانه مجرد لاعب ما كانش هناك دفع بكل مهنيه، ما كانش هناك دفع، ولكن فقط لمس لاعب مبارك مصطفى. مبارك مصطفى كان ذكي، ورغم الحكم باش انه يعلن على ضربه خطا. الان غادي نتابعوا ضربه خطا لصالح المنتخب المغربي. مبارك مصطفى الان سينفذ ضربه خطا. مبارك مصطفى صراع كبير في مربع العمليات، صراع كبير، صراع كبير. نتمنوا بانه اللاعبين المنتخب المغربي ما يمشيوش في الاندفاع اللي باغين لاعبين ديال افريقيا الوسطى، ما يتوتروش. هذا كان شيء طبيعي بانهم الحكم المالي كومان كوليبالي الان هذا انذار شفوي، لانه بالفعل مروان الشماخ تضايق من هذه الحراسه اللاصقه. خلص اكورسي تعاقد في شهر غشت مع الجامعه لافريقيا الوسطى. مبارك بوصن او احسن في حق مروان الشماخ. مروان الشماخ لاعب نادي ارسنال الانجليزي، عبء ثقيل خصوصا في هذه المقابله في ظل الحراسه اللاصقه. انا اللي كنخاف عليه هو انه مروان الشماخ ما يستسلمش لنرفزه اللاعبين، لانني كنشوف فرصه. ممتاز ممتاز مروان الشماخ، الصعود المهدوفي الان هجوم يمكن يعطي الجديد. خصها تمر في اتجاه هشام المهدوفي، خصو يرفع الكره بشكل جيد، ولكن كل الكرات العاليه كتكون لصالح. كاين دفاع جيد تيرنس كيدوما وعندهم قامات طويله. تسديده اي 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 كره عاليه، محاوله خروج خطا للحارس، ولكن كاين تراجع كل اللاعبين ديال المنتخب الكبيرلي يستجيب للرغبه. فرصة للرغبة الملحة. حجي بسند كبير من الجمهور الحاضر لمركب الأمين مولاي عبد الله. كرة أمامية، يوسف العربي ممتاز، يوسف العربي يمرر، فرصة فرصة، ولكن دائما محاولة، محاولة المنتخب المغربي. يوسف حجي، يوسف حجي يسدد، يسدد والتماس الآن، تماس لصالح المنتخب المغربي. يجب السرعة، يجب السرعة، كذلك يجب جماهير التحرك. مبارك مصطفى، مبارك مصطفى كيكون محاصر بلاعبين. مبارك مصطفى كرة عالية، فرصة، ما كاينش هناك تسلل، ما كاينش هناك تسلل. لا يا عربي، العربي اعتقد بانه موقف تسلل. ارتبك في المحاولة الأخيرة، هذه فرصة أتيحت هدية من حاكم المنتخب المغربي. ما كاينش هناك تسلل، ما كاينش هناك تسلل. هدية أتيحت ولكن العربي الآن المدرجات والجنبات اهتزت. الآن نتابعوا زاوية الآن تلف المنتخب المغربي، كرة عالية، ارتقاءات الرأسية، دائما ضغط المهدوفي الآن يمرر، ولكن رجوع كلي. أحد المغربي في مشوار في البداية، يوسف العربي يوم كيش وقت تسلوبات مصطفى مرسالة. اوي
معروفة، فرصة لا تعود يا مبارك. كرة تغير الاتجاه ديالها في اللمسة الأخيرة،